صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. موضوع دايما بيشغلك ودايما بيشغل ناس كتيره قوي، موضوع الخيانه الزوجيه في اوروبا واوكرانيا وروسيا. الناس دايما بتسال عن هذا الموضوع، وده حاجه شرعيه ليك ان انت تسال، هل لو انا اتجوزت زوجه من هذه الدول ممكن وسهل جدا تخني؟ نبدا الحلقه بتاعتنا، بس قبل ما نبدا لو بتشوفني لأول مرة أتمنى تشترك في القناة، أتمنى تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، أتمنى تعمل لايك للفيديو. تعال أقول لك على سر محدش قال لك عليه قبل كده. أنت تعرف إن الزوج الروسي والزوج الأوكراني لا يقبل بالخيانة الزوجية؟ أنت تعرف إن روسيا وأوكرانيا تقريبا كانوا بلد واحدة في السابق، فنفس العادات والتقاليد موجودة ما زالت لحد وقتنا هذا. صدق يا مؤمن إن الزوج الروسي ما بيقبلش بهذا الموضوع؟ وفي حالاتها همثلها لك دلوقتي. يعني على سبيل المثال لو أسرة متكونة من زوج وزوجة وأولاد أو بدون أولاد، والزوجة خانت زوجها أو الزوج خان مراته، صدقني الحياة بتتدمر. الزوج ممكن يرتكب جناية ما بتوصلش للقتل، ولكن بيرزع مراته علقة موت. طيب لما بيرزعها علقة موت ويفضل وراها لحد ما يعرف القصة إيه، خانته إزاي، وأحكي لك حكايتين حصلوا لي أنا في أوكرانيا. أول واحدة حصلت لي من مدة قريبة، جنبي شقة صاحبها بيأجرها دايما، فجه سكن واحد ومعاه واحدة شباب يعني 20 أو 22 سنة ساكنين في الشقة. فمرت الأيام، الساعة 3 بالليل صحيت على صوت دب جنب باب شقتي، فقمت مفزوع بصيت من العين السحرية مش شايف حاجة، بس سامع بنيات عمالة تترزع. فتحت الباب لقيت الشاب اللي ساكن في الشقة اللي جنبي واحد ماسكه بيموته من الضرب. فالمهم في ايه؟ فلقيته بيقول لي ان هو نام مع مراته. الشخص اللي هو بيضربه اخينا جاري نام مع زوجته فكسر عظمه. قلت له طب وايه يعني؟ ما تسيبها ولا تطلقها ولا اطلب لكم البوليس؟ قال لي لا لا مفيش داعي للبوليس، وراح واخد بعضه وراح ماشي. ده موقف يعني اخينا خان الراجل دون مع صديقته او زوجته فمسكه ضربه، اكيد كمان ضرب الست اللي معاه. ده موقف من الخيانه. في موقف اخر كان حد اعرفه، البنت دي كانت في مشاكل دايمه مع زوجها ومخلفه منه ولد، فجت في يوم الشغل عينيها الاتنين زرق، فبقول لها مالك؟ قالت لي جوزي اتخانق معايا وضربني. طب ايه السبب؟ ما رضيتش تقول لي السبب ايه. ومرت الايام فقابلتها وانا قاعد على كافيه، لقيتها عينيها برضو مزرقه وفي خرابيش في وشها، فبقول لها مالك؟ قالت لي زوجي برضو. بقول لها ايه الحكايه؟ هو انت تعرفي حد عشان كده هو غيران؟ سكتت ما ردتش. بعديها بكام يوم شفت هذه الشخصة مع حد أنا عارفه كان شغال معانا في نفس الشغل. يعني الراجل اللي بيبقى متجوز الست وبتخونه بيبقى زي الطور الهايج، ما بيسيبش حقه. طيب الخيانة الزوجية عند الأوروبيين إمتى؟ لما بتستحيل العشرة بين الزوج والزوجة بيفترقوا عن بعض، هو يروح يسكن لوحده وهي تبقى قاعدة لوحدها، هي بتتعرف على واحد وهو بيتعرف على واحدة، بالنسبة له عادي. لكن الخيانة الزوجية في الحياة الزوجية القائمة ده مرفوض في هذا المجتمع. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا لكم ان الزوجات دي بتخون ازواجها وبتسافر مثلا مدن تانية عشان تمارس الرذيلة، ده انسان ما عندوش ضمير، لانه بيكذب على حضرتك، بيفهمك شيء خطأ مش موجود اصلا في البلد اللي عايش فيها. لما تكون عندك ضمير وراجل محترم لازم تقول الاشياء اللي حواليك. انا دايما بقول بعض السلبيات اللي موجوده في اوكرانيا، ودايما بقول لك على الايجابيات الموجوده بكثره في هذه الدول. انا لما بقول لك على الايجابيات اللي موجوده في هذه الدول انا عاوزك تستفيد، عاوزك تاخد الاشياء الايجابيه وتطبقها على نفسك في حياتك، لكن اقعد اخترع لك اشياء وابدا اقول لك عناوين عشان انت تنتبه. هو الأوكرانيات عاوزين الرجل الغني. أولا مفيش حد بياخد مرتبات بهذه الشكل. يعني مثلا لو جينا نقول مرتبات في أوكرانيا، والناس اللي عايشة في أوكرانيا لما تسمع حد بيقول أن المرتبات في أوكرانيا 70,000 جريفن يبقى هذا الشخص أكيد معتوه. لما يجي يقولك البنت بتصرف 900,000 روبل في الشهر يبقى راجل معتوه، لأن هؤلاء الناس يا جماعة الموجودين في المنصات والإنترنت واليوتيوب والفيسبوك، الناس دول عاوزين يفرقعوا اي فرقعه وخلاص. يا جماعه 900,000 روبل تقريبا 12,000 دولار، مفيش حد عاقل يصرف 12,000 دولار في الشهر في هذه الدول ويكون روسي او اوكراني، مفيش الكلام ده. مفيش حد
بياخد مرتب 70,000 جريفن، بيشتغل ايه في الطاقه النوويه؟ مستحيل. ده اعظم مهندس هنا في اوكرانيا بياخد له حيالله 25,000 جريفن بالعافيه، بالعافيه بيكملهم 25,000 جريفن. لكن المرتبات القويه المرتفعه دي بالنسبه للمغتربين، الكلام ده مش موجود هنا في اوكرانيا. فنرجع لموضوع الخيانه الزوجيه في اوكرانيا. الست هنا بتحترم الراجل جدا جدا جدا. الست هنا في اوكرانيا الراجل بالنسبه لها شيء مقدس. اوعى تصدق ان الست الاوكرانيه او الروسيه سهل ان هي تخون زوجها. بتخون الزوج في حالات بسيطه وضئيله جدا. لو الزوج سايب مراته بالشهور تخونه. لو الزوج بيضرب مراته وبيشتمها وبيقل ادبه عليها ممكن تخونه، لكن الخيانه الزوجيه منتشره في هذه المجتمعات مستحيل. نيجي بقى لشيء تاني، الناس دايما بتخلط بين الخيانه الزوجيه والعلاقات بدون زواج. يعني على سبيل المثال هنا يا جماعه، لو انت صاحبت واحده عادي ممكن اهلها واخواتها عادي يشوفوك داخل معاها او مع امه حتى البيت وعايش معاها، مفيش اي مشكله بالنسبه له، هو بيعتبرك زوج امه او زوج اخته، فهمت؟ لكن مفهوم الخيانه الزوجيه عند الناس دول صعب ان حضرتك تقول عليهم كده. ليه؟ لان الناس دول بيعيشوا مع بعض من غير جواز، خلاص؟ ولما بيتجوزوا والحياه بتستحيل بينهم بيفترقوا بالمعروف. عارف يعني ايه بيفترقوا بالمعروف؟ مفيش داعي ان احنا نخون بعض، مفيش داعي ان احنا نعمل حاجات مش محترمه بيننا وبين بعض، لان بيبقى في اولاد، لان بيبقى في عشره، فهمت؟ يعني هذه الاشياء غير موجوده بالمره في هذه الدول، وخصوصا اوكرانيا وروسيا، لان الراجل في اوكرانيا وفي روسيا زي ما قلت لحضرتك لا يقبل بالخيانه الزوجيه. ده اللي بيحصل في هذه الدول. خليني بقى اتكلم معاك في شق الخيانه الزوجيه كمفهوم للخيانه الزوجيه. يا جماعه الخيانه الزوجيه هتلاقيها بنسبه 85% عند ناس كتيره قوي، سواء في الوطن العربي او في هذه الدول. ليه كده يا عم خالد بتتهمنا ان احنا بنخون ازواجنا ليه؟ بص يا حبيبي، الراجل مننا، انا بقول لك اهو الراجل مننا، لو لقى واحده حلوه بيبص عليها، مش دي خيانه؟ لو الواحده الحلوه دي سنحت له الفرصه ان هو ينام معاها مش هيرفض ولا هيقول انا بخاف من ربنا الا من رحم ربي، ولكن نسبه كبيره جدا جايه في الخيانه الزوجيه وغير الزوجيه. يعني ممكن ما يكونش متجوز وهو زناوي وبتاع نسوان، ممكن يكون متجوز ومراته مش ماليه عينه، عنده فراغه عين وعاوز يخونها او عاوز يعمل علاقات متعدده. وهؤلاء الناس دول نوعين، في واحد بيخفي خيبته القويه ويقول الحمد لله ربنا سترها عليا، وواحد تاني يقعد على القهوه مع اصحابه يقول لهم انا نمت مع مرات فلان ونمت معاه بنت عم فلان ونمت معاه خالد فلان، ويبدا يفضح في هذه الشخصة اللي وقعت معاها في الخطيئة. الكلام ده غلط طبعا، غلط ولا يقبله لا دين ولا عقل ولا إنسان، وده اللي حاصل في مجتمعاتنا. في بعض المجتمعات العربية الخيانة الزوجية معناها الذبح، القتل للزوجة اللي خانت أو البنت اللي خانت أو بنت العم اللي خانت. مش ده اللي بيحصل في مجتمعاتنا يا جماعة. الناس هنا برضو لا تقبل بالخيانة الزوجية. لو الزوجة خانت الزوج بيعمل معاها مشكلة كبيرة وبيطلع ميتين أبوها كما قال الكتاب. ولو محدش يعرف هذا الكلام، في بعض الناس عايشين في هذه الدول ناس محترمه وعندهم ضمير وبيقولوا كلمه حق، هتلاقيهم يقولوا لك اه فعلا الخيانه الزوجيه مرفوضه في هذه المجتمعات. في بعض الناس اللي هم انا بسميهم الصيع بتاعه هذه الدول، الناس دول بيحاولوا يفهموكوا اوضاع غير الاوضاع الموجوده. النهارده لو دخلت انت ديسكو او ملهى ليلي او كباريه او نايت كلاب او بار، سميه زي ما انت عاوز تسميه، سهل جدا تتعرف على براستوتكا، فهمت؟ سهل جدا تتعرف على واحده شمال، سهل جدا ان انت تعمل علاقات بفلوسك مع اي واحده في هذا الموقع او في هذا المستنقع. لكن النهارده عشان تعمل علاقه مع واحده جارتك في هذه المجتمعات وانت متزوج استحاله. ليه كده خالد؟ معقوله؟ اه والله ما بتعرف تعمل علاقه وانت معاك واحده ست، لان الناس هنا بيحترموا بعض. مفيش حاجه اسمها تخطف راجل من مراته، مفيش حاجة اسمها راجل يخطف واحدة ست من جوزها، مفيش الكلام ده. لما بتنتهي العلاقة الزوج أو الزوجة يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن أثناء العلاقة الزوجية القائمة مستحيل تلاقي الخيانات الزوجية منتشرة كما يصورها لكم البعض. المعاتيه، المعاتيه دول يا جماعة هتلاقيهم فعلا موجودين وبيحاولوا يألفوا
أخلاقيات، بيحاولوا يألفوا عادات وتقاليد عند هذه الشعوب، لأن للأسف الشديد هؤلاء الناس عايشين على هامش هذه الدول. تيجي تسأله أنت فعلا شفت بعينيك الكلام ده، يقول لك لا أنا عدت اتفرجت على برامج التوك شو في التلفزيون، وما أكثرها برامج التوك شو الموجودة ومنتشرة في هذه الدول سواء أوكرانيا أو روسيا. يجيبوا بنات شغل فبركة زي أيام زمان الكاميرا الخفية ورامز والكلام الفارغ ده، كل الحاجات دي بتبقى متفبركة، وبيبقى الضيف عارف هو جاي على إيه، واخد فلوس وقابض وجيبه تمام وقاعد، وممكن يقول أي كلام في أي هاري. لما تيجي تلاقي واحد كل مصادره ومعلوماته من برامج التوك شو، يبقى عليه العوض فينا يا عرب وفي دماغنا. ليه؟ لأن هؤلاء الناس ممكن يبوظوا لك دماغك في غمضة عين. فبالنسبة للخيانة الزوجية، هتلاقي الخيانة الزوجية نسب بسيطة جدا وفي الخفاء. لا تجرؤ واحدة تطلع تقول لصاحبتها أو جارتها أنا خنت جوزي امبارح، مستحيل تلاقي ده في أوكرانيا أو روسيا. مستحيل واحدة تعمل علاقة مع واحد وتروح تقول لزوجها، مستحيل واحدة تعمل علاقة مع واحد غير جوزها وتروح تقول لأهلها أو أختها وتنشر فضايحها. الناس هنا بتتكسف، الناس هنا بتخجل إن هي تقول هذا، لأن هذا الكلام عار على الست قبل الراجل، فهمت؟ فاللي يقول لك الخيانات الزوجية منتشرة في هذه الدول، يبقى هذا المعتوه. لما واحد يقول لك البنات هنا بيتجوزوا الرجالة عشان المرتب العالي، يبقى بيألف كلام وأهبل وعبيط. ليه أهبل وعبيط؟ لأني النهاردة أنت جاي على الغربة، خلاص؟ جاي على الغربة وهتتجوز لسه أو اتجوزت، يعني حضرتك عاطل عن العمل، ما عندكش مرتب، ما عندكش إقامة، ما عندكش أي شيء في أي شيء. فإزاي أنت البنت هترتبط بيك ويكون مرتبك الضخم ده عشان هي تقبل بيك أو تتجوزك؟ هؤلاء الناس بيحاولوا إن هم يعرفوكم إن هم فاهمين أشياء عن خبايا هذه الدول، وهم للأسف والله ما يعرفوا حاجة عن هؤلاء الناس. وزي ما قلت لك كل مصادرهم التلفزيون وبرامج التوك شو، أكتر من كده ما تلاقيش. علاوة على ذلك قعدته في الجروبات يسمع لده ويسمع لده ويطلع يقول لك المعلومات اللي هي أصلا مش موجودة في هذه الدول. ونحن نعلم أن معظم الناس في هذه المواقع بيبقوا صيادين أحيانا، بيبقوا ناس مش فاهمين حاجة في هذه الدول أحيانا، بيبقوا ناس ما دخلوش هذه الدول أحيانا، نوع من أنواع النصب والاحتيال والضحك على الناس. اتق الله عشان ربنا يكرمك، قول معلومة مفيدة لوجه الله، ده اللي بطلبه من هؤلاء الناس. فبالنسبة للخيانة الزوجية يا جماعة، ده شيء قليل جدا وليس منتشر كما تسمعه من البعض. في حاجة عاوز أقولها، الناس اللي هي بتعيش مع بعض من غير زواج دي مش خيانة زوجية، هم عاداتهم وتقاليدهم كده، إن ممكن واحد ياخد واحدة تعيش معاه في بيته أو هي تاخده يعيش معاه في بيتها، ده عادي هنا في المجتمعات دي. موضوع إن احنا نكتب ورق بالزواج ده مش موجود، ولكن لما بييجوا يسألوها أو الناس اللي حواليها بيبقوا عارفين إن دي زوجته وهو زوجها، وأحيانا بيخلفوا أطفال ومفيش ورق بينهم، فهمت؟ هذه المجتمعات هي عاداتهم وتقاليدهم كده. لكن موضوع إن زوجة تاخد بعضها وتروح تخون زوجها أو تسافر دولة أخرى أو تسافر مدينة أخرى عشان تخون زوجها، يبقى اللي بيحكي لك هذه الحكاوي أهبل وعبيط زي ما قلت لك من شوية. صباحكم ورد وعسل، وده هيكون نهاية الفيديو بتاعنا. الخيانة الزوجية يا جماعة مفيش حد بيقبل بيها، لا في أوكرانيا ولا في روسيا ولا في ديواننا العربية، لأن الراجل الروسي أو الأوكراني إلى حد ما قريب جدا من الراجل الشرقي في ديواننا العربية، مع اختلاف بعض الأمور اللي احنا أحيانا ما بنقبلش بيها. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، أتمنى لكم يوم سعيد، صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، أشوفكم على خير، السلام عليكم، باي باي، بكا دوس الدنيا.